قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وقد قرر الله عز وجل وبين حق ولي الأمر المسلم بيانا واضحا كافيا شافيا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آية جلية واضحة بينة المعنى. ومن أسف شديد أنك تجد بعض من دخل المرض قلوبهم يسخرون حتى من هذه الآية ويذكرونها على سبيل السخرية والعياذ بالله من سوء الحال. ففي هذه الآية العظيمة أن حق ولي الأمر المسلم أن يطاع في غير معصية الله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. والقاعدة عند أهل العلم أن الآية إذا بدأت بهذا النداء فهذا دليل على عظم الأمر الذي فيها. فإذا سمعت في الآية يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن فيها رأس الخير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. وما قال الله عز وجل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليعلم أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. وأن طاعة ولاة الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري في الصحيح. الله جعل ذلك حقا لولي الأمر المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حقا لولي الأمر المسلم. السمع والطاعة حق، يعني على المسلم لولي أمره المسلم، ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها.